خلينا برضو نروح لمصر بقى وتصدرها هنا للأخبار الحلوة زي ما بقول لحضراتكم، جدول ترتيب ميداليات البطولة الإفريقية للناشئين والشباب والكبار للكاراتيه والمقامة بالقاهرة، ده بنتكلم لليوم الثاني على التوالي. استطاع فيها لاعبي المنتخب المصري بعد انتهاء يومين من المنافسات تحقيق 23 ميدالية متنوعة، بواقع هنا 16 ذهبية وأربع فضيات وثلاث برونزيات، ويليها بعد كده الجزائر ب 18 ميدالية متنوعة بينهم ذهبيتين فقط، وجاءت تونس في المركز الثالث ب 14 ميدالية متنوعة بينهم ذهبية واحدة. وبالمناسبة برضو القاهرة زي ما حضراتكم يعني عارفين تستضيف منافسات بطولة افريقيا للكاراتيه ده خلال الفترة من 3 و5 ديسمبر بمشاركة هنا 22 دولة، فنقدر نقول مبروك للاعبتنا وبجد بيتمتعوا بروح قتالية عالية جدا وروح منافسة، يعني بنتكلم هنا على كافة الميداليات. ومنافسات افريقيا للكاراتيه بتشهد منافسة فعلا اللي بيتابعها من حضراتكم قوية بين كل اللاعبين، لكن احنا عندنا حالة إصرار على الصعود كمان على منصة التتويج اللي هي أدت لتحقيق المطلوب لدى يعني لاعبي منتخب مصر. وبرضو إضافة هنا، مصر مفروض أن هي استضافت بطولة أفريقيا للكاراتيه وزي ما كل الناس كانت يعني بتتابع حاجة كانت مشرفة، وده نهج الدولة المصرية في الفترة كمان الأخيرة اللي احنا بنتكلم فيها، أنت بتستضيف يعني بطولات دولية على أرضك رياضية كمان تحديدا، وحاجة كمان بتحصل بشكل مشرف، ده النقطة الأساسية اللي احنا بنبقى عايزين نخرج من تنظيم أي فعالية عند يعني دولية على أرضنا.